طفلنا لطيف. هو أرجوك، ذلك الشيء ليس حتى حاسب الرسم، ضعيف. أوه كفى، كيف يمكنك النظر إلى طفلنا الصغير وتقول إنه ليس لطيفاً؟ اخترت اسماً له. حسناً، تريد أن تعرف الاسم؟ لا أريد. إنه تشيب، أسميته على اسم جدي. رائع، بدأنا في البكاء. هل أسكتيه من فضلك؟ اهدأ يا صغير. نعم هكذا، هذا أفضل لك. أوه كيف فعلت ذلك بسرعة؟ بسيطة، فقط كتبت 4445 على لوحة مفاتيحه. لا أفهم. لا يمكن أن يصبح أكثر إزعاجاً. مرحباً. طائرة صغيرة أخبرتني أنكما والدان جديدان، لذا أحضرت هدية صغيرة للطفل. مرحباً يا صغيري. أوه أظن تشيب الصغيرة يحبك. واضح أنه ليس الجهاز الأذكى في الصندوق. انظر يا تشيب، عمك سبونج بوب أحضر لك شيئاً، عبوة من الهواء لتبقي أزرارك نظيفة. هكذا. Ah!